بعد كده في كتب التاريخ، احنا درسنا في كتب التاريخ انه الملكية كانت فسادا، استبدادا، حفلات نسائية، حفلات بزخ، ستات وخيانة و لا، الحمد لله احنا دلوقتي نتكلم عن انجازات الملكية وانشاء بلد قوي يعني ومستقل يعني كان ده بيؤلم الملك فاروق في الـ لانه حينما مات كان عند حضرتك 13 سنة، بس كان بيؤلم الملك فاروق انه هذه الاوصاف تتقال عنه، انه البذخ والنساء والانحرافات والفساد. تأثرت كتير في طفولتي من الكلام ده يعني، والحمد لله عادت النظر وتحسين الصورة الملكية من أيام محمد علي لأيام الملك فاروق. طيب، لكن بالتأكيد بتقول إنجازات، يعني الناس بدأت تتكلم عن إنجازات للملكية. في عهد الملك فاروق كان مصر أكبر وأغنى بلد عربي. أنت شفت صور عن البلد في عهد الملك فاروق يعني. بحب مصر كهي دلوقتي يعني. في أجيال اتربت على تاريخ بيدرسوه انه الملك فاروق كان فاسدا وكان زير نساء، يكتب ذلك في كتب التاريخ. هل بتدعو لتغيير ذلك؟ ده مؤسف جدا يعني، ده كسب كبير يعني، في مبالغة دلوقتي إعادة النظر في تاريخ الملكية وتصحيح صحح التاريخ. يعني حيظل يؤلمك طول ما الأجيال بتدرس إنه الملكية كانت فسادا ومليئة بالانحرافات في الكتب المدرسية. ده مش الحقيقة يعني، مصر كانت كبيرة في وقت الملكية.